مرحبا بحلقة جديدة من Unboxing. بحلقة اليوم رح نتعرف على آخر طراز من كاميرات سوني وهي سوني A7C. بالنسبة لإلي المواصفات تبعها كتير بتشبه A7 III الجيل السابق ومع شوية تحسينات كمان مثل الباتري صارت ضاين أكتر، حجم الكاميرا أصغر هيك فيكن تركبوها على دغري على الستابلايزر، وكمان السكرين من ورا فينا نبرمها. على العلبة من برا منلاحظ تحت الاسم مكتوب FE2860mm لأنه فينا نشتريها مع اللينس. إذا منبرم لهون بيقولولنا شو في بقلب العلبة. في عنا الأدابتر، ريتشارجبل باتري، USB تايب سي كيبل، شولدر ستراب، واللينس اللي هي موجودة فيها، وأكيد حاطين تحت صور الأكسسوريز اللي بنقدر نركبهم. من هيدا الميل محطوط فول فريم، المواصفات والسبيكس تبع الكاميرا هن فول فريم 24.2 ميجا بيكسل، الايزو من 100 ل 51200، 10 فريم بير سكند يعني كتير منيحة بالسلو موشن. بيرجع عنا مايكروفون والهيدفونز جاك. بيرجع تحت محطوط 4K هيدي الكواليتي تبع الصورة. الواي فاي فيها واي فاي هيك نقدر نوصل على الموبايل ومننزل المحتوى على الموبايل، شو ما منصور دغري مننزله على الموبايل. فهلأ منفتحها ومنحكي أكتر من داخل. هلأ عم نفتحها. أول شي عنا الجايد كيف نستعملها، هلأ هاي الكاميرا في منها لونين، أنا مع الفول بلاك، في منها بيجي سيلفر مع بلاك. هيدي اللينس، كيبل، هيدا التشارجر كمان، هيدي الباتري. هيدي الباتري، باتري بتركب من تحت، هركبها هلا تنقدر ندور الكاميرا. هون بتركب اللينس، بنفكها هيك ومنفك اللينس من هون ومنشوف هاي النقطة البيضة، بتركب على النقطة البيضة منبرمها تتعمل هيدا الصوت. هيدا خلصنا منها. التشارجينج بنركب هيدا اليو اس بي بالتشارجر وبعدين في نشرجها على هون الجنب. هلا من ناحية الشكل الخارجي تبعها، السايز تبعها كتير حلو، منا كتير صغيرة ومنا كتير كبيرة، يعني ما بتحسها انه كتير صغيرة صعبة حملتها، كتير هين الهندل تبعها. ما فيها هيدا الدولاب من قدام تتحكم بالشطر، عودي معود عليهم قبل. انا خلف على اليسار فوق بتطلع تتقشع من اللينس، مش مثل ما كنا معودين بالكاميرات تراديشنال بالوسط. مثل ما قلنا فيها كل الكبسات موجودين فوق تنتحكم فيها، مانيول ولا اوتو ولا كل هودي الاشياء، مندورها من هون. ومن الخلف اهم شيء هي مثل ما قلنا هيدي السكرين فليبابل، هيدي احسن شيء سوني عملوها بهودي الكاميرات، وخاصه لما نكون عم نصور على الستابلايزر ولا بدك شيء بوزيشن معينه، هيدي كتير مهمه الفليب سكرين. هنا هلا ندورها، نشيل الكفر من قدام، ناخد صورة ونشوف شو الكواليتي تبعها. هلا أول شي لما مندورها كتبت لي إنه please extend the lens، يعني بنسمع هيدا الطقة، هي يعني اللينس صارت مفتوحة، كل شي ready. أنا حطيت على الأوتو وراح صور. الكواليتي تبع الصورة رائعة لأنه نحن عم نحكي فول فريم، سو من هيك الكواليتي كتير حلوة فيها. من ناحية الجودة تبع الفيديو، بما أنه نحن عم نصور 4K،
فالكواليتي كتير حلوة. وبنفس الوقت عنا السلو موشن اللي عم نقدر نصور فيها شوت كتير حلوين. وبنفس الوقت بتصير يعني إذا أنت عم تصور فيديو بإيدك يعني بدون ستابلايزر فبتحس يعني على سلو موشن صارت إيدك ثابتة أكتر، فهذا أكيد عم بيساعدك تاخد فيديو أحلى. الكاميرات كمان السوني مشهورين باللو لايت، يعني السنسر تبعهم كتير بيساعد إذا عم تصور بالليل تقدر تقشع فيها كتير. أنا جربتها كمان، نقدر نطلع صور أحلى بالعتم. وما بعد نصور الفيديو دغري بفينا ننزله على اللابتوب. الحلو فيه إنه صح الكواليتي حلوة بس بنفس الوقت فينا نقري من حيالة سوفتوير مثل بريمير برو كلهم. وصراحة اللي أنا لاحظته إنه أنا عم بعمل إديتينج الفايلات ولا واحد منهم بيعمل كراش ولا ما بيتعرف عليه السوفتوير. يعني فينا نعمل إديت على البريمير برو ولا إذا عندك ماك ولا حيالة شيء تقدر تستعمل هيدي الكاميرا. في كاميرات بتعرف بدك تصير تعمل كونفرت للماتيريال وايام بتكون كتير كبار بصير يعلق اللابتوب. هيدي المشكلة ما واجهتني بهيدي الكاميرا. هلا لما ندورها من ناحية المنيو، لما بنكبس هيدي الكبسة بالوسط فوق دغري بيفتح عنا المنيو. المنيو كمان مثل ما اللي معود على كاميرات السوني هو مثل السوني A7 III، كتير هين استعماله و كل شيء موجود فيه. ومن فوق عم نشوف هيدا الدولاب اللي بنقدر نتحكم بالسيتنج تبعها، فينا نحطها اوتو واكيد مانيوال ولا على الموفيز ولا على الفيديوز. ف هيدي الكاميرا كتير حلوه للفلوجينج لانه هين حمله. وبعد في اشياء هلا بالمنيو فينا نبرمج هيدا الدولاب تاكل كبسة يصير لها شيء. هلا مثل ما هن موجودين الايزو على هون على اليمين، هيدا اللي تحت تنرجع نشوف الصور، يعني كل شيء بنقدر نتحكم فيه. هيدا من فوق هلا للشاتر، سو كل شيء هين. هلا على الجنب اذا بنفتحها هون بنحط الاس دي كارد، واللي تحتها هون منشرج الكاميرا، وعندنا كمان الـ HDMI وبنفس الوقت السماعات تنحطهم تنحن عم نصور نسمع شو اللي عم نصوره. وباللي فوق عم نقدر نحط المايك. هودي الكبسات على الجنب. هيدي هي. الحلو كمان فيها انه سعرها ارخص من الـ A7 III، وهي بنظري احسن كاميرا تتبلشوا البروفيشنال شوتينج تبعكم. هلا اكيد اذا بدكم تكونوا ادفانس وهيك اكيد في كاميرات من سوني بعد اقوى من هيدي، بس كمواصفات وسعر هي ارخص وحده بهيدي الكاتيجوري. هيدي كانت لمحة سريعة عن السوني A7C. رح نتعرف عليها بفيديوهات أكتر بعد، ورح فرجيكم الكواليتي تبع التصوير. رح أعمل فيها ريفيوز عن السيارات ونعمل كمان صور رح تشوفوها على البيج تبع All We Drive. وبركي بعلمكم كمان كيف ناخد the best shot وأحلى صورة للسيارة. خليكم معي. باي.